الله. أستاذ، قمت بزيارة الشهيد الشاب عياش الذي سقط في البئر، ربما حدثنا ربما عن زيارتك لقبر. نعم، والله أنا لم أذهب إلى القبر، ذهبت إلى زيارة العائلة، زيارة العائلة. ونعم والده ووالدته، وكنت طلبت أن أذهب إلى قبره أو أذهب إلى المكان الذي سقط فيه، لكن كان عندنا يومها محاضرة وكان الناس ينتظرون في القاعة وكان الوقت ضيق ضيق. جدا، لكن يعني أحمد الله سبحانه وتعالى على أنني حققت عهد قطعته. يعني أنا لما بدأت أفكر وبدأت الدعوة والدعوة وصلت وبدأت الأخبار يعني مبشرة أنني سأزور الجزائر، والله والله أول ما خطر في بالي عائلة عياش، عائلة عياش. لأنني أنا من أكثر الذين تأثروا، وكنت على مدار يعني سقوط عياش في البئر وأنا متابع للأخبار. نعم، كنت تدعي له ربما في نعم المساجد في دعوت له السودان. وخطبت الجمعة عنه، وخطبة مشهورة عبر اليوتيوب كانت في بداية السنة الميلادية، وأنا قلت لهم على ماذا تحتفلون، وقلت لهم تحتفلون بميلاد ومثل هذا الشاب ما زال ساقط في البئر، البئر. فأنا نعم. لمت الناس ولمت الدول التي كانت تحتفل بسبب عياش يومها، لأنه كان مشهد كان مؤلم وجريح، أكيد. فكانت عنوان خطبة كاملة على ماذا تحتفلون وعياش في البئر. عايش في البئر. نعم وصلينا عليه صلاة نعم. الغائب، كنت أنا في السودان، وقلت إن شاء الله إن كتب الله لي زيارة الجزائر لابد أن أذهب إلى والد ووالدته وأقبل رأسهما، وبالفعل قدر الله سبحانه وتعالى أن أصل، فقلت لهم إلى بيت عياش إلى مباشرة، بيت عياش مباشرة. فذهبت يعني وقابلت والده، والده رجل ما شاء الله صابر محتسب، وكذلك والدته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربي يرحمه يتقبله، إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يربط على فؤاد أمه كما ربط على فؤاد أم موسى إن شاء الله.